دائما يقولون أبو قردان وأبو فصادة ولا يقولون أبدا أم قردان. متى يصل بابا؟ قلنا له أن يأخذنا بعد انتهاء اليوم الدراسي وليس بعد التخرج. اركبوا بسرعة. حسان؟ لا وقت للشرح الآن. هيا. دعني أحزر، رأيته وتمنيت ركوبه وأردت أن ترى الأولاد وهم يسقطون. ماذا سميته؟ ويندرلوب. على العموم دونت أسماء مشترين لينقذوا. لا، جاء إلينا بالأمس وتتخلصين منه اليوم؟ حبيبتي، أعرف أن بابا سيشتري حصاناً منذ اليوم الأول لزواجنا، لكنه لم يجد حصاناً يتحمل وزنه، وأؤكد الآن سيستبدله بفيل. كيف سنعيش؟ ضاعت مدخراتنا على الحصان. طبعا ستمدون أيديكم إلى المال المدخر لدخول الجامعة. ماذا؟ لا أعرف ما المضحك أكثر، إحساسك أننا ندخر أموالاً أم أنك ستدخل الجامعة؟ أخبروني كيف سنعيش بلا نقود. عن نفسي لن أتخلى أبداً عن نظامي الغذائي، لن أعود لحياة المشردين، وهذا موعد البيتزا. كريستيانو بيتزا. ريتشارد انتظر، أكل جارنا بيتزا منذ أسبوع فظل مستيقظا. كن فارسا كما تشاء إلا هذه البيتزا. ريتشارد أعرف صوتك. لا. صمم على البيتزا ريكاردو، نحن عائلتك الحقيقية. لا. خصم 20%، لك أنت فقط. سامحني دون لوسيانو. أتعرف أصاب ما في الخيانة ريتشارد؟ لا تأتي إلا من صديق. سأقول لكم ما سنفعل، سندعو الناس الذين يحبون الخيل ونحكي عن مغامرات أبي والتي لا تتعدى يومين في الفروسية. لا تقلقوا أبدا، اشتريت بمصروف الشهر تذاكر مباريات ومغناطيسا وورق لوري. على أسوأ الفروض سنأكل الحصان. عندي فكرة أفضل، نؤجر المنزل للنوم والإفطار. نجد أولا ما نأكله ثم نفكر في إفطار الناس. طيب، ما رأيكم في تأجيره للنوم لكن بالدولار؟ هلو. اهلا اهلا، تفضلا. اسمي اثل وهذا بيرني. اهلا، انا وبيرني نقوم بجولة سياحية بين المراعي، قادتنا الخريطة الى هنا وقلنا نمر. انتما اول سائحين يزوران ألمور منذ عام 83، وصنع اهل ألمور تمثالين باسمهما على باب المدينة. وقعوشي مدينة المجانين. أراهن بلدتنا أشد حماقة، لا نستعمل الهاتف لذلك نصرخ طوال الوقت. بصراحة المنزل لا علاقة له بالصور على الإعلان. صورناها من زوايا مختلفة، التقطنا صورة من هنا لغرفة النوم، انظرا. طيب، ذكر الإعلان أن لديكم تلفزيون، هل يوجد قنوات أيضاً أم مجرد جهاز؟ طبعاً، تعال معي لتعرف كيف يعمل. إذا وقفت هنا يمكنك مشاهدة تلفزيون الجيران حتى 7 مساءً، يغلقونه ليناموا. وما أخبار التكييف هنا؟ أرجو ألا يكون من عند الجيران أيضاً. أجمل تكييف في الدنيا. إنها الطبيعة. رائع، سنحتاج للاستحمام أيضاً. يوجد مكان لحمام ساخن؟ طبعاً، هيا سأريكما. حسناً، ساخن وبارد. أوكي، الآن سأترككما. لحظة، هل يوجد ضجيج حول المنزل؟ الدافع لهذا السؤال هو الدفع. طبعاً، الدفع كاش. باي. لم نقصد هذا أيها الأبي. نحن ننزعج جداً. باي. من الصوت العالي والمفاجآت أيضاً. استمتع. سأذهب للسوبر ماركت، هل تريدين شيئا؟ أريد ما بداخل البرتقال وما بداخل قالب الجبن واللبن داخل علبة اللبن والجزء المتبقي من الميكرويف.